وده هيخليني أروح بالحديث للأستاذ إبراهيم زاهر الرئيس التنفيذي لشركة IND للإنشاءات والطاقة الشمسية. شركة IND من الشركات الصغيرة التي كان لها دور كبير في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، من أكبر المشروعات العالمية، وشركة صغيرة في مجال الإنشاءات والطاقة الشمسية. محتاجة أسمع من حضرتك التجربة والنموذج المشارك في مشروع ضخم زي مجمع بنبان، وفي نفس الوقت إيه الآليات اللي احنا محتاجينها والخطوات عشان نقدر إن احنا نطور من أداء الشركات الصغيرة المصرية خاصة في القطاع الخاص. تفضلي يا فندم. طيب، الأول أنا مهندس إبراهيم زاهر، أحب دايماً نضيف حتة، أنا لعيب ووتر بولو، لعبت في منتخب مصر، في لعبت أولمبياد أتينا. ليه أنا هقول قصة الرياضة؟ لأن أنا الرياضة بالنسبة لي بتساعدني جداً في تكوين الشخصية بتاعتي والتحديات اللي احنا شفناها، وكان بالنسبة لنا إن احنا نبقى موجودين في مشروع زي مشروع بنبان ده، كان بالنسبة لنا ده أكبر مشروع قومي في الوقت ده، وإحنا كنا عايزين نبقى بارت منه ونبقى جزء مؤثر فيه. احنا كنا شركة صغيرة، تقدمنا مع شركة كبيرة زي شركة انفينيتي، وشركة انفينيتي ليها شركاء مع شركات ألمانية أخرى. احنا قدمنا طبيعي جدا زي أي مقاولين، والحمد لله كان لنا نصيب ان احنا نخش نشتغل في المشروع ده. المشروع ده هو 40 مليون متر مربع، حوالي بينتج 1.8 جيجا. هو كل قطعة من المشروع ده حوالي 250 فدان، يعني مليون متر مربع، فيها حوالي 150 ألف لوح شمسي. ليه أنا بقول القصة دي؟ لأن النهاردة كل الألواح الشمسية دي بتركب بأيدي عاملة، يعني النهاردة الأج بتاع الموضوع هناك إن هو كله أيدي عاملة. فالنهاردة إحنا الحمد لله طب قدرنا ننفذ 10% من المشروع ده، كان إحنا يعني إحنا الشركة اللي نفذت 10% من إجمالي المشروع بالكامل. المشروع كله بحوالي 4 مليار دولار. احنا عدد الموظفين كنا في الوقت ده كنا حوالي وصلنا ل 120 موظف، 60-70% من الموظفين كانوا من أسوان، وكانوا من المدن المحيطة بأسوان زي مهندسين زي مشرفين. كانت العمالة اليومية اللي بتخش المشروع عندنا وتطلع منه كان حوالي 1500 عامل يومي. ال 1500 عامل دول يوميا بيخشوا، لازم يخشوا طبقا لمعايير البنك الدولي والبنك الاوروبي، يعني كان لازم يبقى فيه اتوبيسات مكيفه، لازم يبقى فيه سيت بيلتس، لازم يبقى فيه وجبات بتتوزع عليهم، لازم يبقى فيه كلينيك موجوده طول فتره المشروع. برضو النهارده المعايير دي كلها ادت، مثلا زي الجو في اسوان كان عامل ازاي، كان الجو صعب جدا، احنا كان لازم النهارده نوفر مياه مبردة موجودة ليهم. كل المعايير بتاعة البنوك النهاردة، البنك الدولي أو البنك الأوروبي، إحنا كنا ملتزمين بها. طبعاً الحتة اللي هي كانت نقصانة وساعدتنا جداً، ليه أنا بحكي كل التحديات دي؟ لأن التحديات دي كلها ما كانتش هتتحل غير بتدفقات مالية مظبوطة. لو إحنا النهاردة ما فيش تدفقات مالية مظبوطة، إحنا مش هنقدر نغطي المصاريف بتاعتنا. فطبعاً كان بالنسبة لنا إن في تمويل تنموي ميسر من وزارة التعاون الدولي اللي الدكتورة رانيا أشارت إليه. النهاردة لولا التمويل اللي احنا خدناه، احنا اشتغلنا مع الصندوق السعودي للأسف دي، والفايدة أياميها كانت في البنوك، أنا لو أتذكر إن هي كانت تقريبا من 16-17% أو 18%، احنا تقريبا خدنا الفايدة بتاعتنا سوري كانت تقريبا 5%. فاحنا كل ده أدى لمنظومة نجاح، وان احنا كشركة صغيرة قدرنا نشتغل مع شركة كبيرة، وان احنا نقدر ان احنا ناخد تمويل من وزارة التعاون. ده كان بالنسبة لنا صراحة اضافة جديدة جدا، ولو القصة دي قررت مع الشركات الصغيرة كتير هيبقى عندنا قاعدة اكبر، ان احنا نقدر يبقى عندنا شباب اكتر، شركات صغيرة اكبر بتقدر تتحرك وتقدر تلبي دور الدولة في المشاريع اللي هي بتقدر يعني فما تبقى بتضغط عليها زي مشروع بنبان في الطاقة الشمسية. ما كنتش طولت بس.